نظمت هيئة فنون العمارة والتصميم النسخة الثانية من ديزاينثون، المسابقة اللي تعزز الابتكار والإبداع في مجال التصميم، والتي أقيمت في الرياض بمشاركة أكثر من 500 مبتكر توزعوا على 124 فريق. كمية الشغف والطاقة اللي كانت موجودة في القاعة، ناس قاعدة طول الليل وسهرانة وقاعدة تشتغل، وفرنا لهم كل شيء على أساس أنه يكونوا مرتاحين. فازوا بجوائز بأكثر من 500,000 ريال، وهذه المبالغ بتساعدهم من ناحية أنهم إذا في حال رغبوا أنهم يكملون هذا المشروع يكون جزء من الاستثمار فيه، اللي هو طبعا رأس المال في المرحلة الأولى. شغل جبار أسطوري للأمانة، ما قد حصلنا يعني كأنك شغال في البيت. لما أنا جلست تقريبا مدة 2.5 يومين، بذلنا مجهود، سهرنا لوقات معينة، أنا الساعة 4 الساعة 3 الليل. صراحة كان شعور جدا جميل. أهم شيء صراحة فوزي ما كان المركز الأول، فوزي أني تعرفت على ناس، وتعرفت على ما شاء الله موسوعة كبيرة من الناس اللي اشتغلت في أشياء كثيرة. اكتسبت خبرات صراحة كيف أتعامل مثلا مع الفخار والموية، توجيه الرياح، هذه صراحة معلومات جدا جديدة، شعوري لا يوصف. أكيد راح أكرر السنة، أكرر الديزايثون كل سنة، ما عندي إشكالية. ديزاينثون مقسم إلى 3 مسارات نوعية: صمم بإحسان، والتحول الحضاري، ورفاهية العيش. ولكل مسار 10 فرق متأهلة، 3 منها تتوج بالمراكز الأولى. يمكن قبل ما أتكلم أنه أنا إيش قدرت أديهم، أنا تعلمت منهم مرة أشياء كثير، وأنا جدا فخورة بالأفكار اللي هم طلعوا فيها. أكثر الأبليكيشنز أو الأفكار كانت لكبار السن، في أشياء كمان اللي هي تحل التمبريتشر اللي عندنا موجودة، الوذر موجود في السعودية، وفي حلول سستينابيليتي مرة كثير للاستدامة، إنه how we can recycle الماتيريال والأشياء هذه. حنا عملنا في ديزاينثون على مشروع 7 هوبز، واللي هو يساعد على مساعدة المريض اللي يعاني من الشلل في نصف الوجه في العينين والفم، بأنه يحرك عضلات العين، لأنها تسبب إذا عدم حركتها يسبب جفاف العين، ما يؤدي إلى العمى في بعض الحالات. هو مبدئيا مثل أي مشروع، الهدف أن ممكن نوصل إلى ستارت اب، شركة ناشئة، وهذا اللي فكرنا عليه، ومن نفوزنا هذا الموضوع زادت الرغبة عنده يعني. فبإذن الله تعالى تشوفونا في السوق بإذن الله تعالى. المشاركين فكروا بحلول للطعام المهدر، ولتخفيف الزحام والحرارة، وللاحتراق الوظيفي. مجالات عدة تنعكس على جودة الحياة.